أضحك الله سنكم. نعم شيخ اللهم الكريم، يبارك فيك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالعمل عليه عند أهل العلم أنه لا طلاق في الغضب. قاسوه من ضمن ما يعني رجحوا به أو قام العمل عليه مسألة الإكراه. فمن المقرر والمعروف أن الإكراه يمنع من آثار الأقوال والأعمال التي تقع وقت الإكراه، حتى الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فطلاق المكره لا يقع لأنه يتصرف بغير إرادة منه، يتصرف بعلم لكن بغير إرادة. خد بال حضرتك بقى، العلم والإرادة ده هيدور عليهما المكره أم الغضبان؟ المكره يعلم، نعم، لكنه ليس عنده إرادة، يعني ليس باختياره، يعني يوقع الأمر. لو أن المكره أكره على الطلاق وطلق، هل طلاقه يقع؟ لا يقع، لا يقع، لا يقع، لأنه يعلم أنه يطلق لكنه ليس عنده إرادة، ليس عنده اختيار أن يطلق. فلو قيس على الإكراه الذي كما قلت حتى الكفر والإكراه فإنه لا يقع. فيبقى المسألة يعني النفس اللي موجود في الإكراه موجود في الغضب، وهو غياب العقل. نعم. فالحديث من ناحية السند في خلاف بين أهل العلم، لكن العمل عليه عند العلماء، ده من ناحية السند. من ناحية المتن بقى والنظر في المتن العمل عليه. من ناحية الغضب وأقسام الغضب، قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام. قسم يقع طلاق الغضبان فيه باتفاق، وقسم عكسه لا يقع طلاق الغضبان فيه باتفاق، وقسم في المنتصف وهو فيه خلاف بين أهل العلم. القسم الأول الذي يقع طلاق الغضبان فيه باتفاق أهل العلم هو ما كان في مبادئ الغضب، يعني أنت عندك علم وإرادة كاملتان، تعلم وتريد ما تريد، ولكن عندك مبادئ الغضب وبوادر الغضب، ولا أحد يطلق من غير غضب، لكن هذا طلاق يقع باتفاق، لكن علمه كامل وإرادته كاملة وعنده بوادر الغضب، وهو يعني عنده فهم لما يريد، فهذا طلاقه واقع بإيه؟ باتفاق. نيجي للطرف اللي هو النقيض بعد زالة صل